واحنا بنسطب دبليو سوس ساعات بتقابلنا مشكله في ان البوست انيشن بتاعه ما بتشتغلش، بيطلع لنا ايرور كونفيجريشن فيلد وبيدينا كده باص في الفايل بتاعنا اللي فيه الديتيلز بتاعتنا. لو فتحنا الفايل ده كده بالوورد بيت حتى هتلاقي ان هو في اخر حاجه فيه بيقول لك ان دبليو سوس سيرفيس زي ما هيظهر قدامي دلوقتي اهو، هيقول ان دبليو سوس سيرفيس بتاعتنا فيلد تو ستارت. دي بتبقى مشكله لها علاقه بالاي اي اس بتاعتنا. لو دخلنا عشان نحلها كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنخش على الاي اي اس وبنمسح السايت الخاص بالدبليو ساس بتاعنا زي ما هنشوف دلوقتي معايا. ده مجموعة اللوج، ده اللوج فايل بتاعنا بيقول لنا مجموعة الستيب اللي حصلت عندنا، واخر سطر فيه اللي هي الدبليو ساس ايه سيرفيس فيلد بتاعتنا. بمنتهى البساطة هفتح الاي اي اس عندي وهفتح سايت، هلاقي جواها سايت خاص بدبليو ساس اسمه دبليو ساس ادمنستريشن، واعمل له ريموف مش اكتر من كده، واخش بقى اقول له لانش البوست انستريشن تاني تاسك بتاعتنا. هلاقيه هيكمل بمنتهى السهولة وتقدر تكمل الكونفجريشن بتاعت الدبليو ساس بتاعك. شكرا.